ما هو البحر المسجور؟ هو ماء موجود تحت العرش ينزله الله تعالى يوم القيامة يحيي به الناس من القبور. وما هو الشيء الذي خلقه الله ثم سأل عنه؟ يعصى موسى عليه السلام لقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. وكيف دخلنا الدنيا وكيف سنخرج منها؟ دخلنا الدنيا بلا شيء وتعاركنا مع كل شيء وسنخرج منها بلا شيء وسنحاسب على كل شيء. وهل يسأل من مات ولم يدفن كمن مات غريقا أو محروقا أو أكلته الطيور والسباع؟ نعم يسأل، فما من أحد يموت إلا ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه. ومتى يسأل هذا الذي مات ولم يدخل قبرا؟ إذا سلم لعالم الآخرة سواء كان قبر أم لم يقبر، فالله تعالى على كل شيء قدير. وما هو الشيء الذي يحرق الشيطان؟ التوبة تحرق الشيطان. وإذا كان الجن متلبسا بإنسان وأراد الإنسان أن يحرقه فماذا يفعل؟ مما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا، اقرأ سورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي سبعا، اقرأ سورة الطارق وآخر الحشر والصفات. وما هي أسماء سحرة فرعون الذين آمنوا بالله حين انتصر عليهم نبي الله موسى عليه السلام بمعجزة العصا يوم الزينة؟ قيل أن أسماءهم هي التي كتبت على بعض مدن مصر، وهي ملوي وديروط وصملوط وأسيوط وبنها ودشتوط وفرشوط وسوهاج ومنفلوط وقنا وإسنا وأهناسيا وببة وطهطة وجرجع. ولماذا سميت هذه المدن على أسمائهم؟ لأنهم عندما أمنوا بالله صلبهم فرعون كل على مدينته، فخلدت أسماءهم تكريما لهم. وما هو حق المسلم على المسلم؟ حق المسلم على المسلم ستة، إذا لقيته فسلم عليها، وإذا دعاك فأجبها، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمتها، وإذا مرض فعدها، وإذا مات فاتبع جنازته. متى خلق الله الجنة والنار؟ قبل خلق الخلق، وخلق الله تعالى لها أهلا. بما حفت الجنة؟ بالمكاره. وبما حفت النار؟ بالشهوات. كيف يموت المؤمن؟ بعرق الجبين. ما هو أول شراب يقدم ضيافة لأهل الجنة؟ يشربون من ماء السلسبيل. وما هو أول طعامهم؟ زيادة كبد الحوت. وما هو غذاؤهم على إثرها؟ يذبح لهم ثور الجنة، هو الثور الذي كان يرعى من أطرافها. في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، ما معنى انفطرت؟ انشقت. وإذا الكواكب انتثرت، ما معنى انتثرت؟ تساقطت. ومن هو الذي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة وماذا يقول لله؟ هو المقتول يحمل رأسه بيد وجر قاتله باليد الأخرى ويقول لربي ربي سل هذا لماذا قتلني؟ وهل يشعر الميت بمرور الوقت؟ الميت يشعر بمن يزوره من الأحياء وكذلك يلتقي بمن مات قبله، ولكنه لا يشعر بالوقت لقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما هي حقيقة الدنيا؟ دنيا بيع فيها يوسف وكذب فيها نوح، قدم فيها للنار إبراهيم، وقدم للبغي مهرا برأس يحيى، وتهم موسى فيها بالسحر، ألقي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فماذا تنتظر أن تقدم لك وقد أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء؟ ومتى خلق الله القلم؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسمائة عام. وكيف خلق الله السماوات والأرض؟ وهل كان خلقهما أيضا من الماء؟ نعم، خلق الله تعالى من الماء دخان فارتفع وسمى عليه فسمي سماء. وكيف خلق الله الأرض؟ أيبس الله الماء فجعلها أرضا واحدة ثم فتقها فأصبحت سبع أراضين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكانت سماء واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات. وما هو أعظم وقت تتنزل فيه رحمة الله تعالى؟ بعد الصلاة المكتوبة، فيجب على الإنسان أن يستغل هذا الوقت بالتسبيح وبالاستغفار وبقراءة آية الكرسي ويقوم بالدعاء، فإن الله تعالى لا يرد دعاءه. وما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام فطرة والإيمان تكليف. من هو أول من قاتل بالسيف؟ والنبي إبراهيم عليه السلام. من هي السيدة التي كان قبرها مكان عرسها؟ هي السيدة ميمونة بنت الحارث. صحابي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجود والخير، والصحابي طلحة ابن عبيد الله. ما هو الذنب الذي يعد من أعظم الذنوب؟ هو اليأس من رحمة الله لقوله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وماذا نقول لمن يقضي حياته بين اليأس والقلق والحزن؟ نقول له كما قال يعقوب لبنيه
لا تيأسوا، وكما قال يوسف لأخيه لا تبتئس، وكما قال شعيب لموسى لا تخف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن، وكما قال الله تعالى لعباده لا تقنطوا. فلا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما هو الذنب العظيم الذي يفعله الإنسان يوميا ولم يفعله إبليس طوال حياته؟ هو سب الله، فمن الناس من يسب الله يوميا، ولكن إبليس عندما تحدث مع الله أقسم بعزته فقال فبعزتك. ومن هو الصحابي الذي نعاه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد جنازته 70,000 من الملائكة وفاح المسك من قبره؟ وسعد بن معاذ رضي الله عنها. ومن الذي يقبض أرواح الحيوانات؟ ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الجميع، ومعه أعوان من الملائكة، فمنهم من هو مختص بقبض أرواح الجن والحيوانات والطيور، فهم 4 أملاك. وكم زوجة من الحور العين للمؤمن في الجنة؟ للمؤمن له زوجتان في الجنة، أما الشهيد فيزوج ب72 زوجة من الحور العين. وهل يوجد في الجنة أعزب؟ لا يوجد في الجنة أعزب ولا عزباء. وهل ينام أهل الجنة؟ أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون، لأن النوم أخو الموت، فأهل الجنة لا ينامون ولا يموتون. وما هو أحب شيء إلى الشيطان في جسم الإنسان؟ هي النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس التي لا تأمر صاحبها إلا بسوء. ومن هم الذين لا يكبرون ولا يموتون؟ هم الولدان المخلدون، وهم خدم أهل الجنة. ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين في العام 12 للهجرة. وكم ظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا. وكيف تم تغسيله صلى الله عليه وسلم؟ غسل صلى الله عليه وسلم بثيابه ولم يجرد منها. ومن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب وولداه وعلي بن أبي طالب وشكران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. ومن هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها موجود وليس مفقود ويصح الزواج منها شرعا؟ هي زوجة الكافر التي دخلت الإسلام. وما هي الحيوانات التي تفوقت على كثير من البشر؟ الهدهد تسبب بإسلام أمة، والنملة غيرت مسار الجيش، والفيل رفض أن يهدم الكعبة، والحوت أنقذ النبي من الغرق، والغراب علم الإنسان كيفية الدفن، وكثير من الناس كالأنعام بل هم أضل.